أولا شكرا على مواكبتكم ملفات ضحايا الاعتداءات الجنسية. كموقع يشتغل في كل القضايا المجتمعية يعني اللي عندها أهمية كبيرة، من ضمنها ضحايا الاعتداءات الجنسية، خاصة الملفات التي كانت معروضة على القضاء والتي صدرت فيها أحكام حائزة لقوة الشيء المقضي. ضحايا الاعتداءات الجنسية عامة يظلون في معاناة مستمرة اجتماعيا ونفسيا واقتصاديا. ضحايا الملفات التي كانت معروضة على القضاء بعد 6 سنوات، ملف توفيق بوعشرين، وكذلك ملف الراضي عمر، وكذلك ملف سليمان الريسوني، ومجموعة ملفات أخرى تبنتها الجمعية ودافعت على ضحاياها. ولكن الذي يميز هذه الملفات هو أولا هناك اهتمام من الرأي العام بهذه القضايا، لأن طبعا ينتمون لفئة الصحفيين، وكان هناك يعني واحد المتابعة إعلامية اللي تعطات أكثر من ملفات أخرى، يمكن نقول ملف طفلة تيفالت وغيرها اللي خلقت الشمل في المجتمع، واللي الجمعية المغربية لحقوق الضحايا واكبت كل هذه الملفات. الهدف أساسا هو يعني الدفاع و يعني ضمان يعني حد أدنى للضحايا، أولا في محاكمة عادلة، ومن بعد المحاكمة مع الأسف الظروف اللي كيعيشوها لا قبل ولا أثناء ولا بعد المحاكمة كضحايا اعتداءات جنسية. أحيانا تنقلب المواقع ليصبحن متهمات من مجتمعين، طبعا لا المجتمع الصغير ديالهم ولا المجتمع ككل بشكل عام لا يرحم، ولا زال كل ما يتعلق بالاعتداءات الجنسية طابو داخل المجتمع. ضحايا الاعتداءات الجنسية مع الأسف اليوم بعد صدور أحكام قضائية نهائية لم يتمكن من الحصول على التعويضات الزهيدة التي يعني قضت بها المحاكم. طبعا هذه من الإشكاليات الكبيرة، ولو أن هذه التعويضات المادية لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تجبر الضرر لا الحال ولا المستقبلي لهؤلاء الضحايا. ثانيا بالإضافة لهذه المعاناة يعني الاجتماعية والاقتصادية، هناك معاناة نفسية وسوسيولوجية اللي كتبقى الضحايا كيعيشوها داخل هذا المجتمع من خلال مواصلة عائلات وأصدقاء المتهمين في تشهير وفي التعاطي الإعلامي مع هذه القضايا، مع الأسف اللي ما كيخلي لهم حتى الحق في النسيان ما وقع. في كل مرة يتم يعني نشر مقالات ونشر وتسجيل فيديوهات وبرامج على النت اللي في كل لحظة كيفكروهم بأنهم كانوا ضحايا اعتداءات جنسية ولازلنا ضحايا اعتداءات جنسية، وما من حقهمش ينساو، ولكن خصهم يبقوا يعيشوا في الآلام في كل مرة كان بدأوا نفيقوا فيهم الجروح والآلام اللي عاشوها في كل مرة. مع الأسف هذه مسألة اللي غير مقبولة بتاتا، واللي نفرض وضع ضوابط قانونية لحماية الضحايا. يمكن هناك مقتضيات خاصة على مستوى القانون الجنائي وقانون التجارة بالبشر اللي كتضمن نوع من الحماية، ولكنها غير مفعلة، لأن مؤسسات خاص المقتضى القانوني من الوضع توفر له الإمكانيات المادية والآليات باش يمكن ننفذوا على أرض الواقع، باش نوفروا لهاد الناس على الأقل كما قلت حد أدنى من الحماية، اللي ما يبقاش كيعيشوا وكيتوارثوا، لأن أبنائهم وبناتهم كيبدأ الألم والجرح والمعاناة تتوارث. مع الأسف هاد الشيء خاص توضع له حد، لأنه المحاكمة القضاء قال كلمته لا فيما يخص الدعوة العمومية ولا فيما يخص التعويضات المدنية، وكفى من هذا التعذيب
الممنهج في حق ضحايا الاعتداءات الجنسية، خاصة من طرف أهالي والمحيط ديال المتهمين. نعم، واش ممكن تكلموا على تدابير لاحقة من أجل حماية أكثر لهاد الضحايا، مثلا الحق في النسيان؟ إيه طبعا، دابا هذا الحق في النسيان من الحقوق يعني اللي ولات يعني في إطار منظومة حقوق الإنسان. هاد كما قلت، هاد البرامج، هاد اللقاءات، هاد المقالات اللي في كل مرة يتم تهريب الحقيقة الملفات اللي هي كما قلنا جرائم حق عام ارتكبت في حق نساء وفي حق رجال وفي حق شباب وفي حق أطفال، يتم تهريبها وتغليفها بأنها ملفات حرية كتمس يعني ديال الحق، الحرية ديال الرأي والتعبير، الحق في الرأي والتعبير. مع الأسف في كل مرة، وأنا قلتها ونعودها بأنه أتحدى أي واحد، خاصة من هاد الصحفيين اللي أثارت ملفاتهم ضجة وتتبع من الرأي العام، دون أي المقالات التي كانت أو كانت كما يعتبرونها هم سبب ديال اعتقالاتهم. الواقع غير ذلك، هناك كما قلنا فيديوهات يعني واضحة، هناك اعترافات من المتهمين بالاعتداءات الجنسية، هناك تسجيلات وديزوديو التي تثبت هذه الأفعال الإجرامية، وبالتالي المحاولة ديال تغليفها والدليل على دليل. هاد مجموعة الناس اللي كتوظف هاد الملفات ما كتقتصرش على باش يحاولوا يبينوا بأنه راه فعلا كاين هناك واحد سياسة ممنهجة لقمع حرية الرأي والتعبير، كيمشيو يدمجوا فيها ملفات أخرى اللي ما عندها علاقة. وانتم شفتوا كيفاش تم استغلال ملف ديال زيان، كيفاش تم استغلال كذلك ما عنده علاقة بحرية الرأي والتعبير وليس صحفيا، كيف تم توظيف ملف بعثو اللي تم اعتقاله في مكناس في حالة تلبس مع ضحية اعتداءات جنسية، كيف تم توظيف مجموعة ديال الملفات باش يمكن نصوروا على أن فعلا راه كاينه سياسة ممنهجة لقمع حرية الرأي والتعبير، مع العلم أن هذا التاريخ المغرب قطع معه منذ عقود. كانت هذه يعني الممارسات في مغرب الستينات ومغرب السبعينات، لا أحد ينكرها، كانت اعتقالات، كانت اختطافات، كان الاختفاء القسري، كانت التعذيب، هذه كلها أمور اللي المغرب قطع معها اليوم. والدليل على ذلك أن حتى قانون الصحافة والنشر ما فيش عقوبات حبسية، في غرامات، في طبعا لأن الصحفيين بحالهم بحال الناس ممكن يخطئوا، بالتالي خاص طبعا يكون فيه عقوبة تصدر لصالح يعني الناس اللي تمسات حقوقهم. هذه مسألة عادية وكاينة في العالم كامل، ولكن الصحافة اليوم كتعرف تحول كبير، وكاين المواقع بشتى أنواعها ومرجعياتها للجرائد إلى غير ذلك، ولكن المحاولات ديال استغلال بعض الملفات وتوظيفها وتمرير مجموعة ديال المغالطات للمؤسسات الأممية ولا مجموعات المنظمات باش تستغل، علاش؟ لأن كاين الناس كتستفد ماديا من هذه المسائل، طبعا فيها مردودية كيستفدوا منها ماديا، وكاين الناس اللي بقى كتعتقد بأنها تتعيش في الستينات والسبعينات لم تتصالح مع ذاتها ولم تتصالح مع وطنها، وبالتالي هذه كلها أمور اللي في آخر المطاف كتبقى ضحية الاعتداء الجنسي هي الضحية في كل هذه المعطيات كلها، خاصة أولا كما قلت ما كتوفرش الإمكانيات لا المادية ولا البشرية ولا اللوجستيكية لتنفيذ المقتضيات القانونية. طبعا عندنا مقتضيات قانونية متطورة في مجال العقوبات اللي كتوصل ل 30 سنة. إلا خدينا المثال ديال طفلة تيفلت، راه من سنة ديال السجن الحبس ولينا في 20 سنة ديال السجن. ايه طبعا أستاذ 30 سنة اللي يعني اعتدى جنسيا على مجموعة ديال التلميذات،
أنا كأقول هناك مقتضيات قانونية طبعا، ليس الزجر فقط هو الوسيلة، ولكن ضروري العقوبة الحبسية والسجنية هي تساهم في التربية، تساهم في تهذيب يعني السلوكات ديال الإنسان اللي كيكون طبعا منحرف، واللي كيعطي كذلك المثل والعبرة للناس آخرين، لأن ملي كتشدد العقوبة راه كنحقوا بها الزجر العام اللي غدا واحد اخر يعني غياخدها عبره، باش ما يمكنش يرتكب هذه الافعال الاجراميه، خاصه افعال اللي كيبقى الضرر متواصل مع الضحيه، وكيبقى متواصل داخل المحيط ديالها والاسره ديالها، اللي كنعرفوا المعاناه كيفاش كتكون، واللي كتوصل احيانا للانتحار، واللي كتوصل للادمان، وكتوصل لان ضحيه الاعتداء الجنسي يحتاج الحمايه ديالو، متابعه نفسيه حقيقيه من طرف أخصائيين نفسانيين، هادشي ما كيتوفرش مع الأسف، وتبقى الضحية تعيش في معاناتها في أسرتها، إلى ما احتضنتهاش الأسرة كتزيد المعاناة وكتضعف المعاناة، وبالتالي كنظن المقتضيات القانونية ليست وحدها الكافية، وحتى العقوبات ليست وحدها الكافية، فيها رد الاعتبار، فيها زجر خاص وعام، ولكن ليست وحدها كفيلة بأنها تضمن الحماية للضحايا اللي كيحتاجوا المؤسسات وكيحتاجوا الخبرات والخبراء، باش يمكن نسبيا تساعدهم على النسيان، على الحق في النسيان، وعلى الاندماج داخل المجتمع.